اهلا وسهلا، مرحبا بكم اخواني واعزائي متابعي قناه فاني تي في. مشكورين برشا على الكومنتات اللي خليتوهم، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي نكونوا نجموا نجاوبوا الناس كل، خاطر برشا برشا اسئله وبرشا استفسارات. اخواني ماذا بينا تشوفوا لي فيديو خاطر يعاونوكم شويه، ونجم تلقى في فيديو اخرى تلقى فيها الجواب على سؤالك. مرحبا بكم على كل حال، ما تنساوش الاشتراك، اشتراك مهم برشا باش القناه هذه تتواصل ان شاء الله. وكما قلت لكم سابقا، القناه هذه راهي متنوعه، فيها البلاي ليست موجودين، ثم عندنا زاد كل مهم التكنولوجيا بصفه عامه، لي زاكريمونت لي ريسيت هذوك اللي رميزا زيرو تاع لي كارتوش بانكر. ثم عندنا زاد كما نشوفوا توا في الموضوع الحال نحكيو عليه، اللي هو السبليماسيون، اللي هي طبعا من ورقه عاديه على القماش. ثم زاد عندنا على الاكل الكويزين، على كل شيء برشا حاجات. تفضلوا مرحبا بكم، شوفوا القناه تفضلوا تبي تستمتعوا فيها. على كل حال اليوم باش نحكيو على السبليماسيون، على القماش ولا على لي سيبور اللي نستعملوا فيهم. مثلا كيما هذه اسمها تابي سوري، تعرفوها الناس الكل اللي نخدموا عليها السوري، نحطوا السوري اللي نخدموا عليها. ثم برشا ناس مثلا فكره تحكونا برشا عاملهم دي كادو نتاع راس عام ولا حاجه مهمه برشا، ولا فما شكون يجي يعمل كادو لولده ولا لبنته ولا لحد في الدار ولا في عائلته، تحكونا الحكايه. دونك انت كانسان مهني باش تقدم له الخدمه هذه. لهنا اول حاجه تعملها كما العاده بالنسبه للحاجات الحاضره كما هذا، بالنسبه للقماش يجيونا حاضرين ما ناش نسمع فيهم في تونس، يجيبوا فيهم واساسا يجيبوا فيهم من الصين. عندنا هذه مثلا الماركات نتاع تشوفوا فيها بيضة حارة، البيضية هذيك ماهيش عبثا، هذيك سبيسيالمون باش نطبعوا عليها. لهنا في الحالة هذه لازمنا نختاروا كما حكينا سابق في فيديو سابق على انواع الطباعة، نختاروا عليها باش نعملوا طباعة ترونسبارونس، خاطر هنا عندنا الابيض. يعني الابيض وقت باش يتبخر بعد في الطباعة مش مشكل، لانه يعني الابيض موجود في السيبور بيض. لذا لهنا هذه الماكات نتاعي باش نطبعها، طبعتها على البلون، بلون ترونسبارون مش اوباك، بلون ترونسبارون، باش نحطها لهنا وباش نحطها على الماكات هذه نتاعي لهنا هكا بالطريقة هذه. كالعادة لهنا نجمو نستعملو سكوتش، هذا هو سكوتش سبيسيالمون سبليماسيون. علاش هو سبيسيالمون سبليماسيون؟ لأنه يعني يستحمل السخانة. لهنا نلصقوها من هنا، لصقوها هذا من هنا باش تقعد فيكس. فنقولكم علاش برشا سكوتش، على خاطر في الحالات اللي باش نستعملوا الماكينة، احنا رانا لهنا مش باش نستعملوا ماكينة، باش نستعملوا الفيرا رباسي الحديد. لهنا حطينا سكوتش من هنا هكا، ونزيدوا واحد اخر باش نثبتوها بالذات لهنا هكا بالطريقة هذه. لهنا تكون كما تشوفوا لاصقة بالبدا ومورها مريقلة، وفي نفس الوقت نعاونوا بيدينا بعض. ناخذوا توا الفيرا روباسي الحديد وهو سخون بالطبيعة. عندك هنا فيه ثم دي فيرا روباسي فيهم معناتها الدوغري تاع السخانة، درجة الحرارة، وفما اللي ما فيهمش، لكن هنا احنا نستعملوا ديما أقل شوية من الماكسيموم. خاطر هو الفيلاروباسيل ما تعرفوا الاخر درجه نتاعو هي 190 درجه، احنا اقل شويه من الماكسيموم 180 درجه. ونبداو نخدمو، نبداو نخدمو بالطريقه هذه، هو سخون هكا، نبداو نعديو بالطبيعه ما نخافوش عليها، خاطر هي قماش ملوطه مش باش يصير لها حد شيء، كان قاعدين نحدو فيها. ونبداو نمشيو هكا بالطريقه هذه، حتى ايش يصير الترانسفير نتاعنا بالبدا. فوالا شويه بشويه. واذا انت مثلا ماكش مستانس او تخاف من الاستعمال هذا، تحط ورقه بابي كويسون. بابي كويسون عرفتوه اللي نستعملوه في المطبخ وقت نجيو باش نطيبوا حلويات ولا حاجه، نحطوه تحته، هذاك نجم نحطوه فوقه باش البابي كويسون هذاك ما يهلكناش القماش اذا كانوا حساس ولا فيه مشكله، ولا مثلا تخاف انت من الخدمه هذه. نقعدوا في العملية هذه لمدة على الأقل دقيقتين ثلاث دقائق. ولا أخواني هكا نكون إن شاء الله كملنا درس اليوم بالنسبة للسبليماسيون على القماش. مرحبا بكم، إن شاء الله عجبتكم الفيديو، إن شاء الله فهمتوها أكثر. ما تخافوش بالنسبة للسبليماسيون سيرتو على القماش، راهي حاجة سهلة برشا ماهيش صعيبة. تنجموا تخدموا، تنجموا تلقاو الريزلتا اللي تحبوا عليها فاسيلمون. كيما حكيت لكم زادة سابق في فيديوهات سابقة على الكيسان كيفاش نطبعوا عليهم، زاد كيف زاد بالنسبة لل فما فيديو آخر زاد يحكي على السبليماسيون بيضة، شنو هي السبليماسيون بالضبط. اون فوا
اذا كان انت فهمتها شنو هي سوبليماسيون وفهمت الفينومين نتاعها راهو سي فلي حاجه ساهله وماشي حاجه صعيبه على الاخر جمله زاده. وفما زاده ان شاء الله بون ما نوعدكمش في القريب العاجل لكن ان شاء الله بيانتو تنجيبوا الفليكسي وفليكسو برينت. الفليكسو برينت هذا بابيي رولو يتباع معناها رولو حاده رولو هذا تعور الماكينه تكتب مثلا اسمك تعوره لك انت بعد تحطه هذاك الفليكسو برينت هذاك تحطه وتحط عليه ورقه بابي بويسون وتعدي عليه الحديد سي يوفا سخن يلصق على القماش ما عادش يتنحى ما عادش يصير حتى شيء يولي مريول فيه كتيبه ولا فيه حاجه حاجه سهله برشا ما فيهاش حتى معناها جوست هي معرفه معلومه تدور بين الناس باش تعرفها ما فيهاش علم ما فيهاش حاجه دقيقه ولا حاجه كبيره. وان شاء الله تكونوا استمتعتوا وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات اخرين ومرحبا بكم الى اللقاء.